جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا تقول المرسلة سعادة الجهني، أختنا تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز تقليم الأظافر وقص الشعر وتمشيط النساء والأطفال بحلول شهر ذي الحجة، أم أنه خاص بالرجال القيم على العائلة، أو أم أنه خاص بالرجل القيم على العائلة؟ قص الأظافر وإزالة الشعور التي أمر الشارع بإزالتها، شعر الأبط والعانة، كل ذلك من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء، وكذلك قص الشارب بالنسبة للرجل هذا من سنن الأنبياء، وإعفاء اللحية وإكرامها هذا من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء. ولكن إذا دخل شهر ذي الحجة والإنسان يريد أن يضحي عن نفسه، فإنه يتجنب قص الأظافر ويتجنب أخذ شيء من شعره من دخول شهر ذي الحجة إلى أن يذبح الأضحية في أيام العيد، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من يريد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعوره أو أظفاره حتى يضحي، إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي. أما من يضحى عنه من الأولاد ومن الزوجات فلا مانع أن يأخذوا من أظفارهم ومن شعورهم، لأنه لم يرد نهي عن ذلك في حقهم، وإنما ورد النهي في حق من يريد أن يضحي. وأما قول بعض الفقهاء من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فإن أنه لا يأخذ شيئا من شعوره وأظفاره في عشر ذي الحجة، فقولهم أو يضحى عنه هذا لا دليل عليه، وإنما الدليل على من أراد أن يضحي كما في الحديث. نعم.